طيب تعالوا بقى نقول وصفة لطيفة للحلو. حلو وسريع وجميل، كتير مننا بيحبه، بس لما هنعمله بالطريقة دي مهم قوي ان احنا نعمله بالطريقة الصح، يعني نعمله على الطريقة دي. لو هنعمل نفس الطريقة نحترم الوصفة. طيب هنعمل الهريسة على الطريقة السورية، بيعملوها بطريقة حلوة قوي. تعالوا كده بقى يا نودي، خليكي معايا يا نودي، نزل المقادير يا قمر. ايوه انا معاكي بقى. ماشي حبايبي، السكر بس عشان انا فنكشت الفناكيش، فانت قولي لي انهي سكر اللي مع الشربات وانهي مع البسبوسه مع الهريسه. ايوه ده السميد والسكر بتاعها صح، البولات الكبيره. حلو قوي، تعالوا بقى كده. ايوه. طيب ثانيه واحده بقى، نزل المقادير، نزلناها تمام. هناخد بقى بوله كده الاول، هنحط معاها الاول السميد، رشه الملح، وكربونات الصوديوم عندي منها نص معلقه صغيره اهي. هناخد بقى السكر ده مع الميه، كميه الميه عندنا كوبايتين او ميه سخنه، انا عندي كتر خليني احط منها على طول كوبايتين الا ربع. بسم الله اهو، هندوبهم الميه مع السكر الاول، دي خطوه اولى. هدوبهم الاول، وبعدين حطينا البيكنج صودا ورشة الملح مع السميد. هنقلب بقى الأول كده إيه الجف مع بعضه. أهم حاجة بقى في الوصفة دي إن بيستخدموا هما السميد الخشن، فإذا حضراتكم لقيتوا السميد الخشن اللي لونه أصفر هيبقى جميل جدا. إحنا الحقيقة ما لقيناهوش، فاستخدمنا السميد بتاع البسبوسة العادي بتاع العطار الخشن. طيب بدوب بقى السكر هنا مع المية. اللوز زي ما اتفقنا عشان ما يتحرقش ويدي لون حلو لازم يتنقع في ميه سخنه بتغلي لو هو ليه قشر، وبسيبه ربع ساعه. اول ما القشره تنتفخ بروح منزلاه، بياخد نص سلقه وبيبقى كده بقشره عشان لما احطه في الوصفه ما يتحرقش في الفرن. ايه يا ندى معلش قولي لي تاني. والسمن، بصوا كده بصوا كده، هنحط كده الكميه دي هنا وهنقلب تقليبه حلوه. ماشي هندهن البايركس. حاضر هقلب شويه، خلوا بالكوا حبات السميد دي لازم تتفتح شويه، هتلاقوه بدا يتخن كده والصوص ده بدا يخف، الميه دي بدات تخف. دي بقى بعد ما اخدها من الوضع ده لازم اعمل ايه؟ لازم اسيبها ساعتين ثلاثه او ست ساعات على الاقل في الثلاجه، تبدا حبات السميد دي تتفتح وتنفش وتشرب كميه الميه دي وتبقى عجينه. خلاص هاخد كده السمن امسح بيه البايركس ده، كبير قوي البايركس ده، وبعدين هحط تحت كده. خليني استخدم دي الصينيه الصغيره دي معلش، هاخد معلقتين سمنه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كده همسح هنا مسحه صغنونه. دي بقى الطريقه المختلفه. بصوا بصوا بدأت تتخن ازاي وتتشرف في الميه، فحبات السميد تتفتح. عشان كده لما نيجي نعمل المعمول على الطريقه بتاعتهم لازم نعمله بالسمن ونسيبه يبات ليله، فسيب والسمن سخن عشان اسيب حبات السميد دي تتفتح كويس قوي، واجي تاني يوم اضيف كل الاضافات اللي انا عايزاها عليها فتظبط معايا. بصوا بدأ يتخن ازاي، بصوا اهو، ولسه بقى هضيفه انا في بوله وهحطه في الثلاجه. همسح هنا، المفروض قوامها يبقى زي العجين، زي قوام البسبوسه اللي احنا بنعملها او اتخن شويه. شويه سمنه كده هنا في حروف القالب، ممكن تستخدموا قالب صغير 30 في 30 مثلا. هنا هحط بقى هنا قبل السمنه عشان تديني كده عارفين ايه التلزيقه اللي من تحت دي في الصينيه، بروح حاطه ايه بقى؟ حاطه معلقتين من الشربات التقيل، بصوا معلقه كده اهو اهي، شايفينها تحت تدي لون وتدي قوام اهو،
وامسحها كده فوق السمن. ده شربات تقيل من اللي انا هسقي بيه الايه؟ الهريسه. شفتوا بقى الحركه دي حلوه قوي. قلب، بصوا بقت عامله ازاي، بصوا اهو. طبعا المفروض تبرد تماما، بدات تتقل اهي زي ما حضراتكم شايفين. شايفين ازاي؟ هنزلها عادي جدا هنا، انا بقى بسيبها في الفورمه بتاعتها تمسك عشان تبقى في فورمتها. هشوفها، بصوا اهي شايفين. هسيبها كده واحطها في التلاجة، مش هدخلها فرن دلوقتي خالص. هريسة السميد دي كان اسمها اساسا هريس او نمورة، واتسمت على اسم قرية في اليمن لسه. دي ترجع بقى لايه؟ للعصر العثماني، وبتتحضر في الخليج العربي باللحمة، لكن عندنا احنا بالسميد. بصوا بقى، عايزه اقول لكم هي فيها طبعا فوائد كتير والياف كتير، فيها كربوهيدراتس كتيره برضو، بتمد الجسم بالطاقه، فبتمد الاشخاص كمان خصوصا الرياضيين جدا. بصوا الناس بقى اللي عندهم سكر منخفض، منخفض باكد مش سكر، ممكن تساعد قطعه منهم صغيره على كده. هي طبعا للمرأة الحامل كمان بيقال ان هي بتعالج الامساك عندها، بتبقى كويسة. بصوا بقى، بس خلوا بالكم بقى الناس اللي عندهم حساسية ما يستخدموش طبعا السميد خالص خالص، لانهم بيحصل لهم مشاكل حبايبي مختلفة تماما، فما ينفعش ياخدوها. هنشكل بقى، انا بشكل كل حاجة بسيبها في التلاجة وبطلعها على التسوية. الشربات احنا نزلنا مقادير الشربات يا نودي، نزلناها، شربات بتاعها خفيف، كوباية سكر وكوباية مية على عصير ليمون. عايزة أقول لكم بقى لما بتتفتح كده بتطلع تشرب الشربات بشكل رائع جدا. واحدة كده، فبتبقى جميلة. وطبعا اللوز ده ما بيتحرقش في الفرن. اوكي، هوريكم برضو شكلها هناك، عايز يحمرها شكلها عن كده شويه. ماشي خلاص، على وشك هيطلع اهو. يلا، وادي مقادير الشربات، احنا قلناها كوبايه سكر وكوبايه ميه وعصه ليمون، وتحط لها بقى الفانيليا. اتفقنا بعد ما الشربات بيخلص الغلي، شربات الهريسه ده بيتحط لها في الاخر على الوش معلقه سمنه، اوعوا تنسوا. يعني باجي للشربات بدوب معلقه سمنه في الاخر علشان ادي طعم للشربات ده وانا بقدمها، زي ما ساعات بنعمل في البسبوسه بتاعتنا اهي. هندخلها بقى الثلاجه، انا المفروض مش ادخلها فرن، انا هدخلها ثلاجه تمسك نفسها. بصوا بقى الرز، لما الجبنه بتبقى تحت والبشاميل من فوق بيدي كده ايه قوام مع بعض، يبقى كانه حاجه جوه بعضها مش حاجه منفصله عن بعض. شايفين؟ نطلعه بقى ونقدمه. ممكن نجيب كده تحته اندرلاين ولا حاجه، الابيض ده حلو، او بتاع الاهلي ده، يا سلام كده، ونطلعه عليه ونقدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحطه بقى مع مقاديرنا. والله لا، ان شاء الله، لا ربنا كريم. بسم الله، ماشي، تسلم الايادي. بسم الله، هنحطه بقى هناك، هحط عليه حالا، بس نجيبه هنا في الوسط ونشوف برضو شكل الهريسه لسه ساقينها. ناخد كده وردايه ممكن، وايه، والله يا محمد انا هخنقك، قفل لي الطبق بالبوله مش هعرف اطلع البقدونس. ما هو ما لازم اوري للناس بقى، شوفي عشان يعرفوا انا بعاني اهو. قالوا بقى هنا حبه كده، تسلم ايديكوا والله، شكرا ليكوا جدا. طبعا شويه رز لطاف، وبرده ايه تغيير. تسلمي يا قلبي يا قلبي، والله مستنيه الجمله دي والله يا شيم. يعني اعمل فيه ايه؟ بصوا بقى، دي اخطاء بنقع فيها كلنا اهو. بصوا شفتوا لازق في البدايه اهو، هنهار.
احنا بقى دلوقتي عملنا ايه؟ هنحط بقى القمر دي في الثلاجه 6 ساعات. هتيجوا بقى تهزوها كده، بصوا حضراتكم دلوقتي هي بتتهز بعد اذنك مخرجنا. انا بهزها فيها لسه قوام، انا مش عايزه كده هي طريه خالص زي البسبوسه، لا انا عايزه اروح مدخلها الثلاجه تمسك، اجي اهزها ما بتتهزش. وبعدين ادخلها الفرن على حراره 180 على الشبكه في النص لحد ما تاخد اللون الحلو الذهبي الجميل اللي حضراتكم عارفينه وبتحبوه. وبعدين هبدا اسقيها بالشربات بدرجه حراره الغرفه، يعني يكون لسه معمول وسبته يهدى على البوتاجاز عادي جدا علشان يتشرب كويس السميد. معلقه الشربات اللي حطيناها تحت التقيل ما تنسوهاش، معلقه السمنه اللي هنحطها على وش الشربات قبل ما نسقي بيه الهريسه بتاعتنا ما تنسوهاش. مهم قوي ان احنا السميد لو خشن زي ما قلت لحضراتكم سيبوه يتفتح عشان لما تيجي تسقوها شربات ما تلاقوهاش من جوه مش مسقيه كانها ناشفه، احنا عايزينها تتسقي فالسميد يتفتح علشان يشرب كميه الشربات اللي هتتحط عليه، في يبقى القطعة كده تاخدوها تلاقوها يعني متشبعة حلو. طيب احنا النهاردة عملنا الهريسة على الطريقة السورية، طبعا تحية لأهل سوريا وكل الأردن وبلاد الشام عموما. عملنا الرز بطريقة لطيفة بس ادينا له تشويحة حلوة كده، التشويحة الحلوة اللي ادينا له دي الطعم في الرز حلو. لو عند حضراتكم رز بايت تقدروا تدعموه مفيش مشكلة، اعملوه بنفس الطريقة ما يجراش حاجة. عملنا النهاردة البشاميل بطريقة سهلة وبسيطة، وقلنا بشاميل ترند يعني تعملوه في أي وصفة هتلاقوه جوسي وجميلة ومظبوط جدا. عملنا كمان الهريسة وعملنا كفتة داوود باشا واتكلمنا عن القصة الجميلة الطريفة بتاعة داوود باشا وعرفنا قصتها إيه معاه وليه اتسمى داوود باشا على اسمه. واتمنى يا رب الوصفات النهارده يعني تكون نالت اعجاب حضراتكم.